مرحبا. حدة الشعور بالشوب خفت شوي، صح، لأنه درجات الحرارة انخفضت والرطوبة تراجعت، بس هذا ما بيعني أنه الطقس بلش يبورد. فمثل ما مبين، موجة الحر رح ترجع تتجدد يوم الأربعاء وتستمر لعدة أيام. الحرارة ببيروت بكرة بتسجل 29 درجة، 27 بدير القمر، 30 بسور، أما حصبية ف 31 درجة. نسبة الرطوبة على الساحل عم بتسجل 70%. كتروا من شرب الماء قد ما فيكن هالفترة، ما تتعرضوا للشمس بشكل مباشر. كيف رح يكون طقس بداية الأسبوع؟ التنين ثلاثة الأجواء بتكون غائمة جزئيا بالإجمال، والحرارة على الساحل بتسجل 29 درجة. أما الأربعاء والخميس فالطقس بيكون صيفي بامتياز، الإحساس بالشوب بيرجع بيقوى، والحرارة على الساحل بترتفع تدريجيا لل 31 درجة. هذا كان كل شيء، تصبحوا على خير.